هلو، ويلكم باك تو ماي شانل فرح شانلينج جوي. ده تاني فيديو ليا على يوتيوب، والنهارده هعمل لكم ريفيو سريع عن اخر حاجه اشتريتها من ايكيا وايه الحاجات اللي تعتبر جود ديلز. اول حاجه هعمل ريفيو سريع عن الابلكيشن وتقدروا ازاي تجيبوا الحاجات من الابلكيشن، وهوريكم اشتريت ايه وبالاسعار والكود كمان بتاع البرودكتس عشان تعرفوا تشتروا. اول حاجه بالنسبه للابلكيشن بيديكوا اوبشن ان هو يوريكوا الاوفرز اللي موجوده دلوقتي في ايكيا، وكمان البرودكتس البوبولار اللي الناس بتشتريها على طول. تاني اوبشن بيبقى فيه كاتيجوريز كتيره قوي، الكاتيجوريز اللي ايكيا بيقدموا فيها برودكتس، تقدروا تدوسوا على اي كاتيجوري وبتلاقوا كل البرودكتس within the category. اول حاجه اشتريتها هي ترابيزه صغيره بتتحط مثلا ممكن على السرير، ممكن على اي حاجه بتساعدكم، مثلا انتوا لو حابين تقروا حاجه على السرير او تحطوا لابتوب. زي ما انتوا شايفين هي ترابيزه صغيره، انا حاطه عليها كتاب وتابلت وكوفي، ممكن تحطوا عليها لابتوب، ممكن تشتغلوا عليها تاكلوا عليها، هي اصلا مفروض للاكل بس انا بستخدمها بحط عليها اللابتوب. اهي زي ما انتوا شايفين ب 299، بس انا كنت اشتريتها كده بديل كانت ب 199 which was very nice. تاني حاجه اشتريتها كانت لتزيين الاوضه، هتشوفوا دلوقتي الكود بتاعها لو حابين برضو تعملوا سيرش عليها. انا قلت اوريكم كل حاجه بالكود علشان برضو لو حابين انتوا تشتروا زيها بالظبط او تعملوا سيرش على الويب سايت بتاعهم او الابلكيشن بتاعتهم. هو المفروض ان هما تو سيبريت ثينجز يعني، بس انا بحب احطهم على بعض عشان بيدلها كده شكل لذيذ. فزي ما انتم هتشوفوا دلوقتي حسيت ان هي بقت شكلها احلى بكتير، بس هي دلوقتي هتلاقوها موجوده، وبرضو زي ما بقول لكم كده سيرش على السيرش بالكود وان شاء الله تلاقوها. تالت حاجة كنت محتاجاها قوي هو كرسي للمكتب، الصراحة ما لقيتش احلى من ده ان انا اجيبه. هو في منه كمان اللون الابيض، وانا حبيت ده قوي لانه حسيت انه هو متين زي ما انتم شايفين. انا حاولت اوريه لكم من كل الزوايا علشان برضو تبقوا عارفين قد ايه هو متين، وبرضو حسيت كمان ان هو بيدي سبورت من عند الظهر. انا حبيته قوي، وحبيت كمان الايدين، بس طبعا تقدروا تستغنوا عنها عادي جدا، هي بتتفك وتتركب، وفك وتركيبه بجد سهل قوي، مش محتاج برضو ان انتوا تجيبوا حد من ايكيا ان هو يعمله لكم، تقدروا انتوا تعملوه بنفسكم. انتم شايفين هو ب 2995، وقلت برضو احط لكم اوبشنز تانية لو حابين. رابع حاجة واللي مشهورة بيها قوي ايكيا الحاجات اللي هي بتنظم المكتب او بتنظم الورق وبتنظم الكتب، موجودة عندهم بكل الاشكال والالوان، تقدروا انتوا تعملوها بسهولة جدا. انا برضو قلت اعملها قدامكم، كنت ناسية شوية كنت عاملاها ازاي، لان انا بصراحة فكتها عشان اوريها لكم وبعد كده ركبتها تاني. يا رب تكون واضحة يعني، حاولت على قد ما اقدر ان انا اوضحها لكم علشان لو حابين تجيبوها. في بجد اشكال والوان كتيرة قوي على حسب كل واحد ومكتبه وعلى حسب كل واحد وذوقه، وهي بتيجي اتنين مع بعض وسعرهم بجد حلو. بجد مش متذكرة قوي هو كان سعرها كام، بس هي بجد كانت سعرها افوردبل جدا. احلى حاجة فيها انها مش بتاخد مساحة خالص، وتقدروا تحطوها بكذا شكل وكذا اتجاه على حسب اللي يريحكم، وهي سهلة وتقدروا تحطوا فيها ورق، تحطوا فيها نوت بوكس، يعني اللي تحبوه. زي ما انتم شايفين انا بحب احط فيها النوت بوكس اللي انا على طول بستخدمها، علشان بتبقى سهل بالنسبة لي ان انا اخد النوت بوك واكتب فيه النوتس بتاعتي وارجعها تاني. نيجي بقى للزرع الصغير الزينة، ده هي بجد الحاجات دي انا بحبها جدا وبتلاقوها في ايكيا على طول، كنت جايبة واحدة لوحديها وثلاثة مع بعض في ست. دلوقتي هتلاقوني بوريكو الكود بتاعت الواحدة اللي انا كنت اشتريتها قبل كده لوحدها، وكانوا ثلاثة مع بعض في ست كده، كانوا حلوين قوي، كان سعرهم حلو، حط لكم سعرهم كام. هم على طول متوفرين، بتلاقوا برضو الوان مختلفة واشكال مختلفة وكمان احجام مختلفة. وده برضو كان برواز كنت جبته برضو من ايكيا، ما لقيتوش على الويب سايت، بس دايما هتلاقوا عندهم برضو براويز لذيذه قوي واسعارها كويسه. نيجي بقى الخامس حاجه، وهي اكتر حاجه انا حبيتها اشتريتها من ايكيا، وهي اضاءات صغيره، هي ليد زين بيها السرير. زي ما انتم شايفين هو بيبقى زي سلك نحاسي طويل، هو حوالي 3 متر، وبيجي معاه برضو زي ريموت كده صغير للاون والاوف. ومن الحاجات اللي عجبتني قوي ان انتوا لما بتعملوا اون بعد 6 ساعات هي بتطفي لوحدها،
علشان للناس اللي حابة ان هي تفتحها وهي جاية تنام وتسيبها وهي تطفي لوحدها. دي حاجة حلوة قوي وبجد آمنة جدا، وبحس ان هي بتدي كده زي توتش للأوضة، وخصوصا كمان يعني وقت النوم بتبقى حلوة قوي، وبرضو التزيين السرير بتبقى لذيذة جدا. انا هنا صورتها وانا عندي اضاءة تانية، فانا هطفي خالص النور وهصورها لكم. انا بس حبيت اوريكم يعني شكلها بالظبط بيبقى عامل ازاي. برضو هي بتكون كده زي الـ 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 الاضاءة نفسها بتبقى محمية بزي بلاستيك مقوى او حاجة، علشان لما تمسكوها او تلمسوها تلاقوا ان هي مش سخنة قوي. فتمام، انا دلوقتي طفيت النور وهوريكم بيبقى شكلها عامل ازاي بالظبط لما كل النور يطفي وتبقى هي الوحيده بس اللي منوره. هو طبعا الاضاءه بتاعتها قليله، ولكن هي بتبقى جميله قوي 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 قبل ما تناموا، بجد بتدي احساس جميل. زي ما انتم شايفين انا كنت جايبه اللي هي ب 179، وطلع ان هو في نوع كمان بس انا بجد ما كنتش واخده بالي منه خالص. كمان ايكيا بيبيعوا البطاريات بتاعتهم لو حابين تشتروها من عند ايكيا، وانا الصراحه برضو يعني بريكومند ان انتوا تشتروها من ايكيا مره واحده وتظبطوها في البيت ويبقى كله تمام من نفس المكان. بس كده، ده كان اخر الفيديو، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي كومنت عن ايه اكتر برودكت حاسين ان هو كان حلو قوي و very good deal، وقولوا لي هتشتروا منهم ايه. وبس، thank you، باي باي.